بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستكمل الفصل الخامس، المحاضرة الثانية في الفصل الخامس. طبعا الفصل الخامس حيكون 3 محاضرات. أعطينا اللقاء الماضي المحاضرة الأولى، واشتملت على مقدمة حول عقود التشييد، وحكينا عن مستندات عقد التشييد، واستعرضنا هذه المستندات: الاتفاقية، الشروط العامة، الشروط الخاصة، المواصفات وما إلى ذلك. اليوم حيكون عندنا موضوع تقدير التكلفة. في اللقاء القادم إن شاء الله حنحكي عن المناقصات والعطاءات وأنواع عقود التشييد. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن تقدير التكلفة، وهذا الشيء مهم جدا في عملية التعاقدات وفي عملية إعداد وثائق التكلفة. تقدير التكلفة في مشروعات التشييد اللي هي الكوست استيمت، كيف بنعمل كوست استيمت ومين بيعمل وليش بتنعمل؟ طبعا تقدير التكلفة هي محاولة احتساب التكلفة التقديرية للمشروع، اسمها استيمت، تقدير، لأنه قبل ما المشروع ينبنى ويكون على أرض الواقع موجود ونعمل مقايسات حقيقية لإيش اللي تنفذ، وهو على الورق لا يمكن لأي شخص أن يزعم أنه بيقدر بالضبط يحدد التكلفة الدقيقة والحقيقية للتنفيذ. كل ما يتم عبارة عن تكلفة تقديرية بناء على الوثائق الموجودة من مخططات وجداول كميات ومواصفات. الأساس في عملية تقدير التكلفة هو الكميات والمواصفات وكيف حتتنفذ هذه الأعمال، لأنه لو كان 1000 كوب بتفرق عن 2000، لو كان الخرسانة 250 بفرق سعرها عن 250 عن 300 مثلا. إذا بدي أشتغل يدوي بتفرق عن إنه بدي أشتغل معدات، مثلا الحفر اليدوي غير الحفر بمعدات معينة. هي عملية تقديرية مختلفة الدقة، بتعتمد على هدف التقدير، طبيعة المشروع، خبرة الشخص الموجود، دقة البيانات المتوفرة، الزمن المتاح. يعني في عملية التقدير التكلفة 10% زائد ناقص يعتبر شيء مقبول خاصة في البدايات. هدف تقدير التكلفة، وهذا شيء مهم جدا، المالك بيعمل تقدير تكلفة أولية في مرحلة الفكرة ودراسة الجدوى عشان يحدد هل يمشي في المشروع ولا يوقف. يعني إذا معاه مبلغ معين وبيقدر يدبر مبلغ معين، وبالتقدير التكلفة الأولي وجد إنه حتتجاوز التكلفة كتير هذا المبلغ، ممكن ياخد قرار يدخل يشريك مع حد تاني، يقلل من مساحة المشروع، بدل ما يبني برج يبني عمارة سكنية. يعني بتأثر على قراره في مرحلة دراسة الجدوى. تقدير التكلفة بيساعد المالك أيضا أو صاحب العمل في إنه يحدد قديش بلزمه فلوس أثناء التنفيذ. يعني مشروع بكلف 1000000 مثلا، بده إياهم خلال 12 شهر، قديش في دفعات مالية لازم يدبرها خلال مراحل المشروع، شهريا قديش مفروض يكون متوفر لديه سيولة عشان يمشي في عملية التنفيذ. فيما يتعلق بالمقاول، هذا مهم جدا، من أهم العوامل اللي تخلي المقاول ياخد قراره يمشي في المناقصة هذه ويقدم عطاءه ولا لا، التكلفة التقديرية الموجودة. طبعا المقاول ما بيعمل تكلفة تقديرية، لما يعبي وثائقه بتكون أكثر دقة من التكلفة التقديرية المبدئية. الآن تقدير التكلفة أيضا مهم للمقاول في إنه بيلزمه موارد مالية عشان يدخل في هذا المشروع، لأنه المقاول لازم يدفع كفالات ولازم يدفع ضمانات قبل ما يبدأ، كفالة دخول عطاء، بعدين كفالة حسن تنفيذ إذا رست عليه المناقصة، وحيبدأ في الأعمال إذا خاصة إذا ما كانش في دفعة مقدمة من المالك له، حيبدأ ينفذ الأعمال وجزء كبير منها دون ما يتقاضى أي بدل مالي أو أي مقابل من المالك. بعد ما ينفذ بقدم المستخلص وبقعد بعد هيك مثلا 30 يوم يدرس، وبالتالي بيمشي المقاول، ممكن إذا مثلا مشروع مدته سنة ممكن يعدي
سدس المشروع، سبع المشروع، خمس المشروع، حتى فيما يتعلق بالتكلفة ممكن أحيانا يكون التكلفة الأساسية موجودة في الأول، فبيلزم مبلغ يكون موجود معاه متوفر معاه عشان يمشي في المشروع وبعد هيك يسترد هذا المبلغ، وبالتالي هذا برضو مهم. التكلفة بتحدد نسبة الربح، قديش إذا مثلا المشروع بكلف 1,000,000 قديش أحط نسبتي، بتفرق عن مشروع بكلف 20,000 أو 50,000. هل بلزمني أنا كمقاول إني أخذ قرض من جهة تعطي قرض؟ كيف أدبر هذا المبلغ؟ أيضا تقدير التكلفة من ناحية المصمم بساعده في اختيار البدائل، بمعنى إنه إذا التكلفة زادت بيضطر المصمم إلى إنه ينزل شوية في المواصفات، يعني إذا كان في سقف معين عند المالك وطلب من المصمم، سقف مالي مقصود فيه، وطلب من المصمم انه ما يتجاوز هذا السقف، ولما نعمل حساب مبدئي المصمم وجد انه لا بتزيد هذه التكلفة، فبحاول قدر الامكان يقلل شوية في المواصفات ويعمل بدائل اخرى، يعني مثلا نوع معين من البلاط اختاره تكلفته مثلا 30 دولار تكلفة المتر المربع الان، وفي مساحات كبيرة منه، يعني في عندي مثلا 2,000 متر، 2,000 متر في 30 دولار، أنا بحكي عن 60,000 دولار بلاط فقط. الآن لو زاد المبلغ وطلب من المصمم إنه ينزل شوية بالمواصفات، ممكن يختار نوع بلاط آخر مواصفات أقل شوية، المتر مثلا ب20 دولار، هذا مثال الأرقام، 20 دولار في 2,000 متر بنحكي ب40,000 دولار، إذا في بند واحد نزل 30,000 دولار أو 20,000 دولار، إذا كان هناك مثلا 30 دولار وهنا 20، نزل عندي 20,000 دولار فقط في بند البلاط لحاله، وهكذا. وبالتالي تقدير التكلفة مهم جدا لكل الأطراف. طبعا المقاول هدفه من دخوله ل المناقصة وتقديمه العطاء هو الربح، وبالتالي عصب المقاولات هي تقدير التكلفة، هي مهمة جدا وبتفرق مقاول عن مقاول وقدرة مقاول عن مقاول في تقدير التكلفة وتحديد السعر المناسب له ودخوله في تفاصيل كيف بيقدر تكلفة البنود، لأنه هو ما نفذش لسه البند، حتى لما يجي سعر هي عملية تقدير ولكن تقدير دقيق، لأنه هو بالنهاية ما تنفذ أمامه العمل هذا ولا البند هذا عرض الواقع، هو بيقدر لمن أنفذه قديش بكلفني. عشان هيك اللي بده يسعر العطاء أو بده يعمل تقدير للتكلفة يجب أن يتمتع بخبرة كبيرة، عنده معرفة بالضبط كيف الأمور بتمشي، إيش العقبات اللي ممكن إنها تواجهه، إيش في خطورة ممكن تواجهه أثناء التنفيذ، ياخذها بعين الاعتبار. بده يكون عارف السوق، ايش المواد المتوفرة فيه وايش اسعارها وايش مواصفاتها وكيف حتتنفذ هذه الاعمال، وكيف ممكن اعمل عملية توفير في بعض البنود لو اشتريت كمية اكبر، لو اديت كاش مثلا للمورد كيف ممكن اشتغل، لو نفذت بطريقة معينة، هذا كله مهم في تقدير التكلفة. الان بكل تأكيد المقاول هدفه الربح، ولكن إذا على نسبة ربحه بكون العطاء اللي تقدم فيه عالي كرقم، وبالتالي يقلل من فرص كسبه للمناقصة، يعني عطاءه ممكن يكون عالي ولو نزل المقاول كتير بربحه أو هامش ربحه عشان يقوي فرصته في إنه يكسب العطاء، بكون هامش ربحه محدود وبتبطل ممكن تكون مجدية، خاصة إنه تقدير التكلفة أحيانا ما بيكون دقيق وبتيجي تكلفات وبنود تكلفة unforeseen items، يعني حاجات غير مقدرة غير متوقعة مش ما خدتوهاش بعين الاعتبار، وبالتالي ممكن يخسر المقاول. تقدير التكلفة فيه طريقتين، في طريقة تقريبية وفي طريقة تفصيلية. أولا الطريقة التقريبية اللي هي approximate cost estimate اللي بيقوم فيها المالك أو من ينوب عنه في المراحل الأولية للمشروع، في مرحلة الفكرة قبل ما ياخذ قراره المالك أو صاحب العمل أو المستثمر إنه يخش في هذا الموضوع، بيعمل تقدير أولي للتكلفة، يعني بده يشتغل مثلا بده يعمل محطة
مثلا تحلية للمياه، حاطط تنقية للمياه، بده يعني يعرف تقريبا قديش بتكلف، قديش التكلفة المبدئية لهذا المشروع. بده يجيب بعض العروض البسيطة في البدايات من المصانع والشركات المنتجة، قديش المساحة المطلوبة وهكذا. حنحكي عن هذا الموضوع أيضا. التكلفة التقريبية الحكومات والجهات الرسمية بتضعها في بداية السنة عشان تحط الخطة، إنه أنا بدي أعمل مثلا بلدية بدها تشتغل السنة مخصصة للطرق مبلغ معين عشان يغطي 4 أو 5 مشاريع، بدها تشتغل مثلا 5000 متر مربع رصف طرق مثلا، أو 20 كيلو متر طولي شبكات مياه وصرف صحي. هذا شيء مبدئي بتقوم فيه الجهات الرسمية عشان تعد الموازنات والخطط تبعتها. بكون أيضا التكلفة التقريبية عند المستثمر عشان يقارن مشروع بمشروع، إنه هذا المشروع بكلفني هيك، المشروع الثاني بكلفني هيك، هذا متوقع أرباحه هيك، يعني بكون فيه عشان يعمل ياخذ قرار فيما يتعلق بالاستثمار. أيضا المصمم بياخذها بعين الاعتبار أو بيعمل تكلفة تقريبية عشان يقارن بين المواد وبين أسلوب التنفيذ، زي ما حكينا مثلا في بند البلاط بيعمل تقدير أولي تقريبي، وبناء عليه بياخذ قراره فيما يتعلق باستخدامه لمادة معينة أو استخدامه لطريقة معينة في التنفيذ. أحيانا قليلة طبعا، وهذا خطأ، المقاول بيستخدم الطريقة التقريبية إذا كان الوقت المتاح له في عملية التسعير وتقديم عطائه محدود، وهذا يعني بتعمل خلل. لكن كثير من المقاولين عندهم تشكلت وتكونت خبرة بحيث أنه يستطيع أنه دقة التكلفة التقريبية تكون عالية، ودائما إذا كان الوقت المتاح غير دقيق غير كافي التقدير بكون غير دقيق، وبيضطر المقاول أنه يضع سعر أعلى شوية عشان يتغلب على الخطورة والبنود اللي ممكن ما تكونش واضحة. التكلفة أو الطريقة التقريبية لتقدير التكلفة بتتطلب معلومات، لأنه بده يعمل افتراضات. الطريقة التقريبية بدوش يحسب بند بند، بده يعمل افتراضات معينة، بده يكون عارف معلومات حول إنتاجية العمال، سعر السوق، بده يراعي بعض البنود، يعني ممكن يكون هو غالبا حتكون مستندة الطريقة التقريبية إلى أساس سابق ومشاريع سابقة ومعرفة سابقة ومقارنات بمشاريع سابقة، لكن بده يراعي بعض الأمور المالية مثل التضخم، أسعار المواد قبل سنتين، نفذ مشروع مشابه مش لا يمكن أنه إسقاط نفس الأسعار لأنه في قيمة العملة تغيرت، صار في تضخم مالي، الأسعار زادت، ممكن يكون المساحات تغيرت، بعض المواصفات تغيرت. بده يقدر تقدير قديش بتفرق أو انعكاس هذا التغيير على التكلفة. لا تصلح الطريقة التقريبية أساس للتعاقد أكيد، لأن التعاقد مفروض يكون شيء مستند على حسابات وعلى أرقام وعلى شيء تفصيلي دقيق. في 3 طرق لتقدير التكلفة بطريقة تقريبية: طريقة الوحدة، طريقة وحدة المساحة أو الحجم، وطريقة العنصر. نبدأ بطريقة الوحدة، هي أبسط الطرق، بتعتمد على معرفة متوسط تكلفة الوحدة لمشروعات سابقة مشابهة. مثلا المقاول بنى أو وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية اشتغلت 20 مدرسة، وكل مدرسة لها طاقة استيعابية معينة، يعني المدرسة طريقة معينة بتكفي مثلا 1000 طالب، أو عبارة عن مثلا 30 وحدة صفية بإجمالي 1200 طالب. مدرسة تانية مثلا يعني أكبر شوية، ممكن تكون مثلا 40 صف 1500 طالب. مدرسة أصغر شوية، مدرسة 4 طوابق، مدرسة 3 طوابق، مدرسة طبقين. يتشكل عند الوزارة والفريق الفني في الوزارة قاعدة بيانات جيدة تؤهلهم انهم يطلعوا متوسط تكلفة الطالب قديش بكلفني. يعني المدرسة مثلا مكلفة
هذه المدرسة في حينه فيها 1000 طالب كلفت $1,000,000. إذا تقريبا الطالب بكلفني بالمتوسط $1,000 مثلا. مدرسة ثانية كلفت $1,200 الطالب، مدرسة ثالثة كلفت $800 الطالب مثلا. إجت عندهم مدرسة بده يحاول إنه يشوف المدرسة اللي جاية عليه مواصفاتها وشغلها أقرب إلى أي شيء، أو ياخذ رقم متوسط بين هذه الأرقام. أو ممكن المستشفيات، المستشفى تصمم حسب قدرتها الاستيعابية كم سرير، مثلا 300 سرير، كل سرير بالمتوسط مثلا بكلفني $10,000، 10 في 300 هي $3,000,000 مثلا. بدها تراعي اللي بده يعمل التكلفة بطريقة الوحدة التضخم المالي، إنه الأسعار زادت، قيمة العملة قل، أسعار المواد نتيجة مثلا لظروف الحصار زادت، في فروقات في المساحات. يعني أنا بالمتوسط عندي في عفوا في فروقات مثلا في المواصفات، إنه مثلا في مدرسة انعملت بمواصفات عالية، مدرسة خاصة فيها كتير أوبشنز وفيها تكييف وفيها صالات وفيها، تفرق عن مدرسة عادية. وبالتالي في بعض الفروقات تتاخذ بعين الاعتبار في عملية التقدير. الطريقة الثانية، وهي يمكن شاعت الاستخدام كثيرا في المباني السكنية مثلا، طريقة وحدة المساحة أو الحجم. يعني وحدة المساحة غالبا هي المستخدمة، بتعتمد على معرفة متوسط تكلفة المتر المربع لمشاريع مشابهة. ومثلا متر مربع مثلا وزارة أو وزارة الإسكان أو مستثمر بنى 20 عمارة سكنية، بالمتوسط المتر المربع السكني مشطب بكلف مثلا $250 مثلا. خلص مباشرة 250 في 1000 متر مربع $250,000 مثلا. الطابق الأرضي لو بده يجي يحسب أكثر تفصيلا، الطابق الأرضي بيكون تكلفته أعلى، لأنه الأساسات ممكن تكون محملة عليه، وكل ما زاد عدد الطوابق بتحمل الأساسات على عدد أقل، على عدد أكبر. ممكن نقول مثلا الأرضي بكلف $300 مباني، وبعد هيك مثلا 240. طبعا هذا بيعتمد على درجة التشطيب، أكيد مختلفة بتكون، بيعتمد على كتير عوامل في المواصفات، لكن بده يراعي الفروقات. إنه اللي بده يقدر بناء على مشاريع سابقة بده يكون عارف الإشي اللي هو مقدم عليه، المشروع اللي هو شغال عليه الآن، بده يقارنه بأقرب مشروع سابق أو أقرب مجموعة مشاريع سابقة مع عمل ما يلزم من تغييرات. الطريقة التقريبية الثالثة هي طريقة العنصر، يعني هي تفصيل إنه بده يقسم المشروع لعدة عناصر: الأساسات، الأعمدة، التشطيب وما إلى ذلك. وكل تكلفة كل عنصر بده المقاول يستخدم الطريقة السابقة أو الطرق السابقة لتقديره، وفي الآخر بيجمع تقدير التكلفة لبنود العناصر. هذه هي تقدير التكلفة بالطريقة التقديرية اللي بتتم زي ما حكينا قبل ما يبدأ المشروع، بيقوم فيها المالك عشان يحدد المبلغ اللي بيلزمه للاستثمار، بيقوم فيها الاستشاري عشان يحدد تقريبا المواصفات اللي بده يستخدمها ويعمل بعض التعديلات في التصميم، ممكن المقاول يقوم فيها إذا كان فيش عنده وقت كتير، ممكن المستثمر يقوم فيها عشان يحدد بدائل بين أكثر من بديل. الطريقة التفصيلية هي التي تستخدم في تقدير تكلفة بنود المشروع بند بند، بعدين تجمع هذه البنود لتقدير التكلفة الكلية بدقة كافية، وهي الأساس في عملية التعاقد والتسعير. المقاول بيشتغل على هذه الطريقة، الطريقة التفصيلية، عشان يحدد السعر اللي بده يحطه للبنود. بتنقسم التكلفة التفصيلية أو الطريقة التفصيلية، بتنقسم التكلفة إلى قسمين. عشان أشتغل بالطريقة التفصيلية بدي أقسم التكلفة إلى جزئيتين: التكلفة المباشرة، إنه العمل في بنود أساسية، وكل بند من هذه البنود إيش بيحتاج موارد، يعني إيش بده مواد، إيش بده معدات، إيش بده عمال، وهكذا. هذه اسمها التكلفة المباشرة. في عند التكلفة غير المباشرة، طبعا شركة المقاولات فيها طواقم ما بتشتغل في المشروع مباشرة، موظفين وعمال، فيها طواقم إدارة، في تكاليف أخرى، ضمانات وتأمينات
دفعها المقاول وحيدفعها، كيف بده يحملها على البنود؟ هذه لازم تنحط، وليس لها بند في جدول الكميات، فهذه اسمها تكلفة غير مباشرة، وتحمل على كل بند حسب نسبة البند من التكلفة الكلية المباشرة. يعني لو حسبنا التكلفة المباشرة وجدنا إنها مثلا بالضبط تكلفة المواد والعمال والمعدات وكل شيء بكلف 1,000,000 دولار، التكلفة غير المباشرة اللي هي الإدارة واستئجار المكان واشتروا مثلا سيارة لإدارة هذا المشروع، ويعني واتصالات ومواصلات، لقوها مثلا 120، لقوها 200,000 دولار. إذا صار عندي التكلفة الإجمالية 1,200,000، طب ال200 كيف بدها تدخل في جدول الكميات اللي سيتم الاستناد عليه في عملية الدفع؟ بحمل ال200,000 اللي هي تمثل 20% إضافية على التكلفة المباشرة على كل بند، يعني المليون إجمالي بتصير 1,200,000، لكن كيف بدها تدخل؟ البند الأول مثلا بند أعمال الخرسانة مثلا 100,000، بدي أضيف عليها كمان 20% بتصير 120,000، وهكذا. زي ما حكينا، التكلفة المباشرة تكلفة غير مباشرة، بتكون المباشرة لكل بند، يعني لما نقارن بينهم لكل بند في تكاليف مباشرة، تكلفة عمال، مواد، معدات، أي تكلفة يتم دفعها مباشرة لتنفيذ البند، لكل بند بتحسب تكلفة مباشرة. التكلفة غير مباشرة لا تضاف لبند معين، ملهاش بند، هي تكلفة الأوفرهيد، تكلفة الإدارة، التأمينات، الضمانات، ممكن ريسك يحطكم حاطط مبلغ إضافي لو صار هيك ما أخسرش. أيضا الربح تبع المقاولة بيتاخذ بعين الاعتبار، بيضاف يعني، وتضاف كنسبة من التكلفة المباشرة وتحمل على كل بند. طبعا الطريقة التفصيلية، خطوات تقدير التكلفة، أول شيء المقاول لازم يدرس المخططات جيدا، يطلع على المواصفات على الشروط عشان يعرف بالضبط ايش هي مواصفات كل بند من البنود. الشروط الخاصة لازم تدرس كويس، لازم يعرف ايش التزامات عليه، السعر اللي بده يحطه على ايش يشمل، لازم يزور الموقع، وهذا مهم جدا جدا جدا، لانه ممكن اذا زار الموقع يكتشف انه لازم يعمل حماية للمباني المجاورة لما يقوم بعملية الحفر. هذه ممكن ما تكونش مذكورة، او تكون مذكورة انه حماية المباني المجاورة، لكن لما يروح على المكان يكتشف انه عملية الحماية ستكون مكلفة جدا وسيترتب عليها تكلفة مالية عالية، فهذه لازم تدخل بعين الاعتبار. لما يزور الموقع ممكن يكتشف انه المياه الجوفية قريبة، وبالتالي لما يعمل اساسات ممكن ينعكس ذلك على طريقة عمل الاساسات وحيتطلب تكلفة اضافية، بالتالي زيارة الموقع مهمة جدا. في تقدير التكلفة التفصيلية بده يتواصل مع الموردين، بده يكون عارف قديش تكلفة المواد، قديش لو بدي اشتري هذه الكمية، قديش تكلفة الوحدة منها، قديش الكوب. عندي مشروع، بتواصل مع مصنع خرسانة مثلا، بدي منك 1,000 كوب خلال الأشهر القادمة، قديش الكوب، وبتفاوض معاه وبتأكد. مقاولي الباطن بدي شفته برجي يشتغل له هذا الشغل، قديش بتاخد القصة هذه، لأنه هو بالنهاية مقاول الباطن اللي حيدفع له المبلغ هو المقاول الرئيسي، صاحب العمل ملوش علاقة بمقاول الباطن، وبالتالي هو بده يعرف سعر مقاول الباطن، المقصود فيه المقاول، بده يعرف قديش المقاول الباطن السب كونتراكتور قديش بده ياخذ البلاط منه مثلا، وقديش بده يحط له ربح إضافي. بده يحسب كميات كل بند، وأحيانا بده يتأكد من الكميات الموجودة في جدول الكميات، بناء على له فريق طبعا هو اللي بيعمل عملية حساب للكميات. بده كل بند يعمل له بريك داون، تفصيل، يعمل له تحليل، قديش بده مواد، قديش عمال، قديش معدات، مقاول الباطن زي ما حكينا قديش تكلفته، قديش البدل اللي بده ياخده. بده يحسب التكلفة غير المباشرة، قديش عندي اوفرهيد، قديش عندي موظفين في المكتب موجودين بدي احملهم على المشروع، بدي مواصلات، بدي اتصالات، بدي تأمينات، بدي ادفع للبنك مبلغ معين نظير التأمين او الكفالات، بدي اعمل ترخيص كهرباء، بدي اعمل ترخيص مية، بدي كل البنود هذه، إذا في ضرائب بدها تتحمل على هذا على المشروع، هذه كلها تكلفة غير مباشرة. بعدين بده يقدر نسبة ربح مقبولة ويحمل كل التكلفة غير المباشرة والربح على كل البنود. طبعا
الطريقة التفصيلية للتكلفة في طريقتين، طريقة اليونت ريت ميثود تكلفة الوحدة، وفي الطريقة العملية الاوبريشنال استيميتنج. يعني بدنا باختصار طريقة تكلفة الوحدة اللي هي شائعة الاستخدام، تعتمد على الكميات المدرجة في وثائق العطاء، بتحدد أسلوب التنفيذ، المقاول بحدد كيف حينفذ، لأنه إذا بده ينفذ بند معين مثلا باستخدام المعدات وعدد قليل من العمال، وهذا البند ممكن مقاول آخر ينفذه بعدد كبير من العمال، بتفرق التكلفة عن بعض. بالتالي يحدد أسلوب التنفيذ عشان يحدد بالضبط قديش التكلفة، بده يحدد كمية المواد المستخدمة لهذا البند، قديش بده مواد تفصيلية، مثلا الخرسانة قديش بدها بالضبط بنود، بده يشتغل على أطقم التنفيذ من حيث العدد والنوع، من خلال تحديد الإنتاجية، يعني كم عامل بلزمني يشتغل معايا، كل عامل قديش بقدر ينتج، كم يوم بلزمني عشان أخلص هذا البند، المعدات المطلوبة، نوعها وما إلى ذلك. طبعا طريقة تكلفة الوحدة اللي عمالنا بنحكي فيها بتعتمد كتير على الانتاجية، البرودكتيفيتي، قديش انتاجية الفريق، يعني في الساعة كم متر بلاط ممكن يتم تبليطه، أو المتر مربع بلاط أو 100 متر مربع بلاط قديش بدهم وقت، لأنه مهم جدا هذا الموضوع في حساب كم يوم عمل وكم يوم عمل قديش بده يدفع للعمال. طيب كم عامل بدي، وكل عامل كم يوم عمل بده، بجيب تكلفة العمال. طبعا كم يوم بدي وكم عامل، اللي هو هذه اسمها الانتاجية، عشان احدد الكمية المطلوبة عندي بقسمها عشان اعرف كم يوم انا بدي. بمعرفة الانتاجية بنحصل على تكلفة وحدة الزمن من العمال او المعدات، وبنضيف لها المواد، وبمعرفة كمية البند بنحصل على التكلفة المباشرة لكل بند. طبعا هذه جداول بتكون محددة للتكلفة المباشرة. هي مثال، مثلا في عندي، لو افترضنا انه هنا ناخذ بند حفر تربة عادية اللي هو البند رقم 1. طبعا الحفر بالمتر المكعب كميته، بده يعمل حفر ل 300 متر مكعب. ال 300 هو قدر انه بلزمه 1500 دولار مثلا عمال، يعني هو حسبها، عملها تفصيل. ممكن الآن يعني نيجي بشيء من التفصيل لهذا الموضوع لاحقا. عشان أفحر 300 متر مكعب من التربة، وطبعا هو كويس إنه يكون زاير المكان وعارف نوع التربة لأنه بتفرق عن بعض، بيلزمه 1500 دولار، وبيلزمه 3500 دولار معدات. نمسك مثلا بند الدهانات رقم 6، موجود في جدول كميات 2500 متر مربع دهان، عنده علاقة بمقاول باطن، حط سأل مقاول باطن قديش بدك تشيل ال 2500 متر مربع، قال له مثلا 18,000 دولار شامل كل شيء. خلص كتب انه التكلفة المباشرة تكون مقسومة لعمال، عمال المقاول نفسه، مواد، معدات، مقاول باطن. طبعا ملاحظ انه في مقاول الباطن ما حطش ولا بند من البنود هذه، لأن مقاول البطن أخذ القصة كلها لمصم، يعني زي ما بيقولوا مقطوعية. أحيانا ممكن يجيب فقط مقاول أنفار بسموه في مصر، يعني واحد يجيب عمال وهو يدبر له باقي المواد. تمام، نمشي الآن. مثلا في حفر التربة زي ما حكينا 300 كوب، 300 متر مكعب، العمال 1500، المعدات 3500، بده يجيب كباش، بده يجيب شاحنات وما إلى ذلك، بده يحسبها قديش بلزمه كم يوم، واليوم قديش بده يتأجر. طلعت التكلفة المباشرة 5,000 دولار لعملية الحفر. تمام، التكلفة المباشرة للبند 5,000 دولار. تمام، الآن لما أضاف التكلفة غير المباشرة، أضاف 20% تكلفة غير مباشرة. لما حسب التكلفة غير المباشرة لقاها بده يضيف 20% زيادة عن هذا البند، فصارت التكلفة الإجمالية مش 5,000، صارت 6,000. 5,000 زائد 20% من 5,000 اللي هو 1,000 صارت 6,000. الآن 6,000 هذه التكلفة الإجمالية المباشرة وغير المباشرة لبند الحفر. في المناقصات وفي جداول الكميات اللي بده يعبيها المقاول بحطش هذا الرقم،
قبله بحط ثمن الوحدة، لأنه الكمية تقديرية، ممكن ما يكونش 300، فبنقسم 6000 على 300، لأنه هو لما حسب 300 متر مكعب حفر قديش بكلفنا، طلع 6000. طب لو صار 350، لو صار 320، لو صار 280، حيتغير الرقم. فبقسم 6000 على 300 بيطلع 20، إذا ثمن الوحدة 20، لأن لو هو نفذ 290 متر مكعب، بنضرب 290 ضرب 20، بيطلع 6000، بيطلع أقل من 6000، بيطلع 5800. وكذلك في الخرسانة، في 100 متر مكعب خرسانة بيلزم عمال 1000 دولار، بيلزم مواد، لأن الخرسانة فيها مواد، بيلزم مواد 8000، وبيلزم معدات 1000، صار الإجمالي 10000. لما نضيف لهم 20% تكلفة غير مباشرة صار 12000. 12000 على 100 بيطلع 120 دولار ثمن أو تكلفة الوحدة، وهكذا في باقي البنود. الطريقة الثانية هي الطريقة العملية، باختصار حنحكي عنها، تستخدم أساس للأخذ في الاعتبار فترات تواجد بعض الموارد في الموقع دون عمل، أو قد تستخدم في خدمة أكثر من بند، ومع ذلك لا تدخل حسابيا في تكلفة أي من البنود. يعني لو وهذه يمكن أكثر دقة على أرض الواقع، هذا اللي بيتم. خلينا نضرب مثال، يعني لو جبنا ماكينة خلط خرسانة تأجرها المقاول، وبتخدم بنود لها علاقة بالأساسات، بنود لها علاقة بالأعمدة، الأسقف، بإجمالي 2500 متر مكعب خرسانة موزع على 40 بند، والأحزمة الأرضية، المادة الأرضية، حتى يعني كل ما يتعلق بالخرسانة 40 بند، إجمالي الـ40 بند حسب الجدول الكميات 2500 متر مكعب. الآن المقاول تأجر هذه الماكينة لمدة شهرين، اللي هي فترة إنهاء أعمال الخرسانة، مثلا شهرين. تكلفة ماكينة الخلط هذه طول فترة تواجدها، وليس طول فترة عملها، لأنه في بعض الأيام ما بتشتغلش فيه، طول فترة تواجدها 20000 دولار. الآن في هذه الحالة يتم اعتبار كل المبلغ عند احتساب تكلفة المعدات لإنتاج المتر المكعب. منقول 20000 دولار تكلفة الماكينة، وجود الماكينة في الموقع طول فترة وجودها، يعني افتراضا انه شهرين، الشهر بـ10000 دولار. انا دافع كمقاول ايجار هذه الماكينة مبلغ 20000 دولار، تقسيم 2500 متر مكعب الخرسانة، بغض النظر عن ايش هي الخرسانة، 250 300 350 مادة أرضية، عشان أقدر وما يضيعش عندي تكلفة أنا ما أخذهاش بعين الاعتبار، 8 دولار. إذا بحط لكل متر مكعب من الخرسانة 8 دولار تكلفة المعدات. ليش هذا البند مهم؟ لأنه لو حسبت بالضبط قديش التكلفة الحقيقية حتكون أقل من هيك، لأنه الماكينة بتشتغل الشهرين، ممكن تشتغل مثلا في بعض الأيام بتكونش بتشتغل، وبالتالي أنا كمقاول دافع إيجارها وهي فعليا مش شغالة، فبحمل التكلفة وجود الماكينة في الموقع على كل البنود وبحسبها بالنهاية، لأن الـ20000 دولار بالنهاية لو أنا نفذت الـ2500 متر مكعب وكل بند ضفت له 8 دولار كتكلفة معدات، 8 في 2500 هي الـ20، فأنا المبلغ اللي حطيته استرديته. لكن لو اشتغلت بطريقة الوحدة، إنه في أعمال الأساسات بلزمني يومين، اليومين هدول تواجد الماكينة لو كان باليوم ممكن يكون مثلا لو قلنا بالشهر 10000 دولار، إذا في اليوم 33 أو 34 دولار، 35 دولار، خلينا نقول 50 دولار في اليوم، تمام؟ أو عفوا 500 دولار، 500 دولار في اليوم. الآن ال 500 دولار مثلا في 20 يوم هي 10000، والشهر الثاني 10000، يعني 500 دولار. لو اشتغلت في يومين
إذن في $1000، حقسم الـ1000 دولار تكلفة الماكينة هذه على بنود الأساسات لحالها، ممكن بيطلع عندي مبلغ، ممكن يطلع $10 مثلا حطيته. لما ممكن تقعد الماكينة 3 أيام ما تشتغلش، وبالتالي أنا دافع أجارها، دافع تكلفة عليها، وما خدتش، وهذه التكلفة لم أستردها في أي بند من بنود الخرسانة. فهذه الطريقة هي طريقة عملية يتم تحميل فترة تواجد الموارد والماكينات في الموقع على كل البنود المستفيدة منه حتى لو ما كانتش بتشتغل. يعني لو تعطلت الماكينة وبقيت 15 يوم أو ربع الوقت ما اشتغلتش، وجيت احسبها بالطريقه العاديه، حاحسب قديش بلزمني ايام عمل، فاحسب انه فعليا اشتغلت شهر ونص، لكن هي تواجدت عندي شهرين، وبالتالي في عندي نص شهر لم يؤخذ بعين الاعتبار. فنحن هيك خلصنا موضوع تقدير التكلفه. المره القادمه ان شاء الله حنحكي اكثر في موضوع انواع عقود التشييد والمناقصات والعطاءات. الله يعطيكم العافيه.